تعال بقى كريم نروح لديربي لندن اللي كان امبارح واللي انتهى بهزيمه لارسنال امام تشيلسي، كان بثنائيه يعني نظيفه. خليني برضه اقول لحضراتكم بعض التفاصيل، لان ميكال ارتيتا المدير الفني للفريق فريق ارسنال طبعا هو عبر عن حزنه بالامس بعد الهزيمه في هزيمه فريقه في هنا بنتكلم تاني جولات الدوري الانجليزي الممتاز. هو قال كده تحديدا في تصريحات بعد المباراه، قال بنعيش لحظات صعبه يجب ان نجتازها، الظروف صعبه وغير مسبوقه، وأضاف يمكنك دائما أن تقوم بأشياء أفضل في مباراة كرة القدم. في الشوط الأول واجهنا بعض الصعوبات، استغرقنا وقتا طويلا لاسترجاع الكرة في المناطق التي اجتحناها، وعندما قمنا بذلك شكلنا تهديدا حقيقيا. وبدأ يتكلم كمان عن الخسارة وأسبابها، هو قال برضو افتقدنا عدد من اللاعبين أغلبهم من اللاعبين الكبار بسبب فيروس كورونا، لقد حاول الفريق تقديم أفضل ما لديه ولكن في هذه اللحظات هذا غير كافي للفوز بمباريات كرة القدم. هو اتكلم كمان عن المباراة المقبلة للفريق ضد مانشستر سيتي وقال سأحاول أن أمنح الفريق الثقة والأدوات والإيمان بأن كرة القدم تتغير بسرعة، لا أريد أن أرى أحدا يشعر بالأسف حيال نفسه أو حيال الفريق لأن ذلك لن يساعدنا. ده كان التصريح اللي قاله امبارح ميكال أرتيتا، وزي ما احنا عارفين طبعا هو مدرب أو المدير الفني لأرسنال، هو أصلا يعني لاعب كرة قدم كان في السابق محترف، لعب في باريس سان جيرمان ولعب برشلونة وغيره وغيره، فهو اسم كبير. ولكن الغضب يا كريم اللي كان مثار بقى بعد المباراة بالأمس كان يعني من الفانز بتوع أرسنال كان شديد جدا، وكان في ناس بتهاجم بصراحة ميكال، وكانوا البعض بيتكلم ان هو يعني غير كفء لتدريب أرسنال. تعرف برضو الحالة دي بتبقى موجودة بعد اي مباراة بيكون فيها خسارة، قلبوا عليه جامد جدا. ويمكن انت برضو وانا معانا بعض الماتشات، خلينا نروح مع حضراتكم برضو نشوف الصحف العالميه والانجليزيه تحديدا تحدثت ازاي. من جارديان مثلا كان العنوان بيتكلم ارسنال ابير ا كلوب لاكينج ان افري ديبارتمنت ان كابيتوليشن اوف تو تشيلسي، بمعنى يعني ان هو بيتكلموا ان نادي ارسنال كان بيفتقد يعني العديد من الاسس، وكان في نوع من الاستسلام امام تشيلسي، يعني كابتوليشن اللي هو ايزي ديفيت، يعني كان في نوع من القبول للهزيمه او الاستسلام يعني امامه. برضو خلينا نروح مع حضراتكم يعني لفوتبول لندن، بيتكلم بقى المانشيت تيربل فوتبول، تيربل فوتبول كده صراحه نتكلموا فيها. ارسنال فانز فنت ذير انجر ات ميكال ارتيتا فولوينج تشيلسي ديفيت، ان هم بيتحدثوا هنا بقى عن المشجعين نفسهم، ان هم عبروا عن غضبهم يعني تجاه ميكال ارتيتا اللي هو المدير الفني بعد الهزيمه اللي كانت امام تشيلسي. فيعني اعتقد ان دي حاجه مقبوله مشروعه، ما اعرفش، بس كان في غضب زي ما انت قلت كريم امبارح شديد جدا. هو شديد فعلا شبه ثابت ان ده ركور عند معظم المشجعين اللي بينتموا لكل فرق العالم الكرويه المختلفه، عند المكسب اجدع ناس. أيوة. لما يخسر ازاي ده ملوش فيها حاجات زي كده يعني. فطبعا يعني امور شبه فعلا ثابته في كل ملاعب العالم.